ونستأذن حضرتك تعالى نبتدي ونتوقف ولو للحظات عند اللقطة اللي نهواند بتحكي عنها، لأن هي كانت فعلا لقطة شفنا من خلالها أب روحي والطريقة اللي كان بيتكلم بيها ودرجة الامتعال اللي كان بيتكلم بيها، نيرف المظبوط تماما، يقول لك ده شخص حكيم، شخص عنده كل أدوات القيادة الرشيدة، وقبل أي شيء هو بيتعامل كأب. فحضرتك شفت المشهد ده إزاي والكلام التحفيزي اللي هو قاله للعيبة؟ هو بصراحة امبارح طبعا كان المشهد كان رائع جدا من الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي خبرات كبيرة كلاعب وقيادي داخل النادي الأهلي. النزلة الكابتن مع لعيبة امبارح فيها حاجات كتير جدا جدا إيجابية للعيبة النادي الأهلي والمنظومة النادي الأهلي كلها. أول حاجة شال الضغوطات كبيرة جدا جدا اللي على فريق الكرة في النادي الأهلي والجهاز الفني، لأن البطولة لما أنت بتخسرها أكيد اللعيبة بتتأثر، الجهاز الفني، لأن بطولة غالية. بس كابتن خطيب وصل للعيبة إن هم ما أثروش، بالعكس ده النادي الأهلي يعني اللعيبة دي اتظلمت إن هي ما خدتش حقها من الإنجازات اللي اتحققت، 2 دوري أبطال سوبر والبطولات كل اللي شاركوا فيها، 3 عالم، كل الحاجات دي كلها كان لازم يتعمل لهم احتفالية بعد ما خدوا البطولات، فكل ده ما كانش فيه وقت عند النادي الأهلي. صحيح. فكل دي كانت ضغوطات، الضغوطات دي كلها الحمد لله وقفة الكابتن الخطيب امبارح فيها مفعول السحر، لأن احنا عندنا استحقاقات وعندنا حاجات جاية مهمة جدا جدا جدا. مش ما معنى إن احنا فقدنا بطولة إن الدنيا تقف، بالعكس، ما أنت محقق إنجازات صعب على أي حد في القارة الأفريقية إن يحقق الإنجازات دي. طبعا. وبرضو الكابتن الخطيب في حديثه إن أنتوا أحسن فريق في القارة بالإنجازات اللي عملتوها، بالأرقام، بالأرقام الإيجابيات. مش بنجامل نفسنا يعني، لا. ولا بنضحك على نفسنا. اللعيبة عارفة كده، بس التوقيت ده بالذات لازم برضو اللعيبة تاخد حقها عشان يشيل من عليهم الضغوطات اللي احنا في بداية الكلام. صحيح. فأنا شايفة إن كان فيها إيجابيات كبيرة جدا جدا جدا، وتشوفها بيتكلم أي حد يعني. اللعيبة بعد التعادل مع فرقة الجونة، احنا كده كده البطوله خلاص بعدت اخر ماتشين 3، وهنتكلم ايه الاسباب طبعا فيها بعد كده، بس لازم كان في الوقت ده هو يكون متواجد. شوف اللعيبه قاعده حزينه جدا، جماهير النادي الاهلي طبعا حزينه على البطوله، بس جماهير النادي الاهلي سعيده من جواها ان كسبت لعيبه وجيل عظيم حقق انجازات في وقت قليل، وان شاء الله هيكملوا الانجازات دي بالاستحقاقات اللي جايه. بس البطوله كنا احنا متعودين عليها، بس دي كره القدم، احنا بنلعب لغاية النفس الاخير، واللي حصل مع النادي الاهلي صعب يحصل مع اي فرقة كورة، ان انت في اوقات لعبت 10 مباريات في 20 يوم، في 28 يوم، في شهر. يعني هديك مثال كابتن كريم نهاوند، برشلونة جيب مرة كان مضغوط في المباريات، راح لعب بايرن ميونخ اتغلب 8، لعيب برشلونة مش قادرة توقف في الملعب. في جهات، في تعب، بس طبعا المكسب بيجيب مكسب، بس في وقت معين اللعيب برضو مش آلة يعني، بص يعني غصب عنه هيتصاب، تركيزه هيقل شوية، التركيز مهم جدا جدا في أوقات حرجة، وفي وقت ممكن تهرب منك غصب عنك بسبب الإجهاد والتعب يعني، أو بسبب عوامل خارجية احنا عارفينها وممكن يعني نبقى نتكلم فيها واتكلمنا بقى فيها خلاص. أكيد. فأنا شايف طبعا كل يعني التقدير للكابتن الخطيب، كل التقدير والاحترام الرئيس نادي بالحجم نادي الاهلي طبعا، قياده العاليه جدا، الانجازات اللي حققها من ساعه ما تواجد في النادي الاهلي، مجلس الاداره بالكامل وعلى راسه الكابتن محمود الخطيب، الجهاز الفني بالكامل على راسه موسيماني والكابتن سيد مدير الكوره وكل الجهاز الفني، كل الناس ادت بامكانيات عاليه جدا جدا جدا، ليهم التقدير والاحترام من جماهير النادي الاهلي العريقه، اللي انا بقول لهم مش بطوله ان احنا نزعل، ان شاء الله تحقق اكتر من كده.